وإذا تم وقف إطلاق النار عندها ينسحب هذا الأمر على لبنان، ونستطيع أن نجنب لبنان ربما من حرب أوسع. الملك عبد الله الثاني يحاول باتصالاته العربية والدولية أن يتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، لأنه إذا تم وقف إطلاق النار عندها ينسحب هذا الأمر على لبنان، ونستطيع أن نجنب لبنان ربما من حرب أوسع. وهذه الاتصالات يسعى إليها الملك عبد الله، يسعى إليها الرئيس المصري السيسي، يسعى إليها الأمير أمير قطر، يسعى إليها الكثيرون، لكن المهم النتيجة. الذي يريد الحرب هو إسرائيل، نتنياهو يتحدى العالم، نتنياهو تحدى كل العالم في حربه على غزة ولا يزال، واليوم يستمر نتنياهو. ولذلك هنا جهود الملك عبد الله الثاني جدا مهمة باتصالاته مع العربية، مع الأمير تميم.